الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق بهدف قطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. يقول الكاتب عباس محمود العقاد: لا يكفي أن تكون في النور لكي ترى، بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي، وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي، والله هبكي وجسمي أشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. إيه كم الثقافة والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانه نهله سلامه؟ اديني انت بس ساعه يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك، انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجيه والفراخ اسمه هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيل اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا رب، هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. بقول لك يا ده يوسف، عارف انا بحلم بايه؟ عايز ارتاح بقى، نفسي ربنا يكرمني فيك وتدخل الجامعه تاخد الدكتوراه، وبعد الدكتوراه هقف معاك لحد ما تاخد الماجستير، وتيجي بقى يا ابني تقف في محل الفراخ بتاع ابوك وترمي كل الدراسه اللي درستها دي على جنب وتفوق للفراخ وتفرفش المحل كده يا يوسف. ان شاء الله يا ابويا. ربنا يديك الطاعه يا ابني، وعايز اطلب منك طلب تاني بقى، بس اوعى تكسفني. مش عايزك يا تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل، خلاص؟ ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا قاد. يا ابني يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي واطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يحفظك. تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب وحياه امك لو ورادك معانا؟ بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه. قشطه. شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف؟ لا لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله يوم يفتح وانا قاعد. معلش، الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ هو يا حاج اتفضل. اه هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. ما قلتش حاجه. تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سحر، ايه النور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. اه ده يوسف، امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا كل عاوز برب الفلط، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. اه الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيرة الوحم. طول ما حامل فيه قاعدة بتتفرج على مسلسل كله رجالة ما فيهوش ست واحدة، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، ما فيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، ما فيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ أهل الحكمة بقى قالوا لي إن هيطلع فيه وقار إن شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. آه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. اه والله
عايز احرقوله وهو نايم اشيلهوله بكماشه، وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيلهوله كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه. هشوف لا تحرقهوله ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد دكر وبارم شنبات. والحمد لله اتوحمت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا السحت ده حبيب. اهلا وسهلا. شكلكوا كده بحواجبكم المطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الله ما تقول له يا سحت، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه انت جاي تهزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسري الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هروح للكنز؟ الراجل ده طبيعي ولا كنز؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقبط على معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشة، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه المفاجأة الرهيبة دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والأزاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجة. السحت لقاهم في خرابة، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين نتفرجني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر نادر. أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. أيوة. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي لا مؤاخذه؟ بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ الكازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام؟ الله بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوس وحرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح الازاز. حاضر حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وايه تاني تاني تاني؟ خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله يدور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود، انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنة وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب،
ايوه كنت بأهلك عشان تبقى وريثي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق. انت يا فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات اللي دماغك غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيتكم وبيت مجيتكم. قوم ياد، قوم، ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طفر. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك ومسكها في ايدك كمان. بقى انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشفتك في المنظر ده كانت جرى لها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني؟ قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا دي انت فيك ايه؟ خضتني عليك. انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي بلاش اللي اتأدب. هادي بقى هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك. تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. فاتن كزوزة اطلع ابني هوبا مزابوزة والحال عجيبني. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه يا اما هطير فيها الرقاب. فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه. الواد خلاص شدتوه. ابني لا. فهمني ولا لا يا بلانيله؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضو زيكم ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة ذكر من يوم. انا عارف، عشان كده انتوا عايزين تدمروه. عشان اول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم يا عم. انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقولك ايه؟ اه ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. اوعى العيال. هات شوية كازوز، هات شوية كازوز. اديله اديله اديله. كازوز كازوز. اديله كازوز يا حاج. اتفضل يا معلم. كازوز عبي. حاجاتي بفلوس. ها امال ايه؟ اول مره كده عشان والوان ايش احمر وايه يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام؟ اه تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ واحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده؟ تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان. انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله هاتي الكازوزه. هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له ابعتوا له. وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تباشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نطور شويه نمشيها يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده ندي له حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدعان. امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ اشرب اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج انا عارف. خش خش. والله انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين ده؟ سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب اشرب اشرب. اه خفيف صاحبك خفيف صاحبك خفيف.
يابا رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هتوها والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. اوه ده شرفك. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن، هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر حاج، سكر سكر حاج. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد قام. دخل دمك يا حاج. حلو قوي قوي قوي. اديها تاني. اديها اديها اديها. ربنا يخلينا بالحلال. ايش يا منبسط؟ ايش يا منبسط؟ ايش يا منبسط؟ السلام عليك السواد وعليك الزوزه كالزوز. بيبس يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير، قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه، خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم. على السلامه يا معلم. رضا رضا الحمد لله. السلام عليكم. السلامه يا سيري بيو. الله يسلمك. السلامه يا سيري بيو. كزوزة تشرب يا فالح أربع، يا حرام يا ابن المحظوظة مالك على قيمة صربع. كزوزة 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 تشرب يا فالح أربع، يا حرام يا ابن المحظوظة مالك على قيمة صربع. بحسدك أصلا أنا الشاي والسحلب أرحم، بحسدك أصل أنا مستحرم، الشاي والسحلب أرحم. تحية للشيح البابوني، سلام كبير ومربى. كزوزة 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 اشرب يا فالح أربع، انا دماغي توجعاني واحده واحده. انتوا فرن المعلم حنفي
هات استنى يا رخي انت عايز ايه؟ 10 الغفة ليه معاك معايا؟ هما 3 الغفة بالسلامة ليه 10؟ مع السلامة هات يا حبيبي الله يخليك يا اخويا لا امسك فيا واحد اقول لك هات هات ما تحمدش ربنا تعال هنا تعال هنا هات الغيف ما تجيش تشتري من عندنا تاني استنى انت شوية بجنيه قاعد انت ومين في البيت انا ومرات وابني انت ومراتك وابنك امسك اتنين انت ومراتك استنى يا عاد خد النص لابنك يلا بالسلامة بس استناني انت شوية 5 الغيف يا معلم لو سمحت 5 الغيف ليه انا والولية والعيلين وامي امك قاعده معاك ايوه امك قاعده معايا ما ينفعش تاخدها ايه المعلم ده ايه ده انا عايز افهم ده لقمه ده ولا رغيف هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد هو كده امسك ادي العيلين ايوه وانت والولية امك ست كبيره ده يلبك في معدتنا معلم ازاي ما هيزي بني ادم محتاجه زينا ان شاء الله عنها ما طفح وانا مش بايع لك عايز حاجه تانية طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم والله العظيم ما انت واخدهم الله يخرب بيوتكم الله يخرب بيوتكم احنا بنطفحكم يلا ده انت شعب النهارده سيك يا ولية يلا تكل على الله انا مش هبيع شطبنا ايه في الياد النهارده يلا بالسلامه بكره العيش ناشف العيش ناشف يلا يلا راجل تؤمن ايه في الياد الفرن صباح الخير يا معلم حنفي صباح الخير يا معلم حنفي انت كنت فين الصبح انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب انت جننت يا صبحي سامحنا يا معلم اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت ايه اللي حصل وقعت على ركبتي اتجلطت انت شكلك كذاب شكلك كذاب ومرتبك انت عامل حاجه لا يا معلم انت عامل حاجه مش عامل لا لا وايه الخرفشه دي ايه في صوت خرفشه مفيش يا معلم ده كيس كيس انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي صبحي ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم لا انت مضطرب لا مفيش حاجة انت مضطرب يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوة في الكيس ده لا 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 هو عاد تكون جايب لي تعبان ولا حاجة مفيش حاجة يا معلم طب ما تشوف ده كيس فيه أشياء فيه أشياء وريني مد ايدك وريني وطلع اهو يا نهار أبوك أسود عيش فينو يا صبحي عيش فينو وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي قصدك ايه قصدك تقول لي ان انا بلدي انا بلدي بحب البلدي وريني فيك ايه تاني وري يخرب بيتك جبنا نسته صبحي جبنا نسته يا معفنين وايش فينو هو عادي كلك في السياسه من ورايا لا سياسه يا معلم انت مكبر موضوع قوي ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم انت شكلك كداب لا وربنا شكلك كداب لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي فهمت حاضر يا معلم يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن وغير كده وكده بقى ايه هتشوف اسوه المعلم حنفي اسوه ايه المعلم حنفي ايوه حنفي انت يا معلمه يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلبي عجينه تقولي حنفي يجي كده حنفنفي يجي كده اشغلك ايه اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش الحب الحقيقي يا حب الحب يا بكاش البكاشين يا كيداهم مالك يا حبيبتي في ايه ولا حبيبتك ايوه حبيبتي حبك بورصي حنفي قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي اسم الله في ايه يا كيداهم تعالي بس ارتاحي تعالي داخله لنا بشريكتك ليه كده ما نفشوش ليا خوي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله صدق بالله وحشتيني وحشتيني بجد باخلاص وحشتيني ايه وحشتيني دي اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني بحبك يا كيداهم مالك فيكي ايه بقول لك ايه؟ ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطبطش معايا ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش لا يا عينيا ما يرلش ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستأذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم وما هدخلك البيت ده تاني وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم هو ده اللي معصبك لا انا استأذنت كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو انت اللي ما قريتيهاش اهدي كده في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه بصراحه بقى معصبني الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني لا لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني خلاص توبنا الى الله دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه تقلك بقى كده خلاص كل دول كانوا ناس زواج انت الاصل والله انت الاصل يا ابيض اهدي بقى كده طب مش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي في عينيا في نور عينيا
كبة وكبة ومليون كبة. إلهي أشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس تسوين تيجي تلم عليك اللمة. الله ينتقم منك يا شيخ. علمها معلمها 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 معلمها. في ايه يا شيخ؟ في ايه؟ معلم في واحدة بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا قد. هديك 15 رغيف تروح بيهم. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني لسه فاكراني فاكره معلم حنفي. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر. عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس جوزتها برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. واتجوزت التانية والتالتة إن أنساكي مش عارف أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتي لي إيه؟ سحرتيني. انت سحرتيلي. لقيت نفسي في فرن بلد وانت السلة. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوة الحلو دوت برضو ما نسيتكيش يا جينيفر. بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينة في الفرن عشان العيش يقب. تعرف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاعه وبنرمي العيش يقب. بشوف وشك في القبة اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل. بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش فالحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر. انزلوا الفرن هوا على العيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك. ونهايتها تفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا. هي عندك تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير. شوفوا بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقول لك ايه يا كيداه؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه. طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. ايه اللي حصل؟ مش حاجه كيداه. انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الاسره دي. مستقبل الايه؟ الاسره. اسره ايه؟ اسره ايه يا ابو اسره اللي انت بتتكلم عليها؟ ها تعالى لي هنا. اسره ايه؟ انت عامل مصيبه ومخبيه عليا يا حنفي ولا ايه؟ وليه بنات انت اتكلم يا وليه؟ فهمني. وليه بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. انا ما حدش لعب في دماغي. انا اللعب كله في قلبي. قلبك سلامه قلبك. عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناه الاف ام. نجوم اف ام. ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه وانا معلم عره؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحه هتجوز. يا لهوتي يا مسكي. يا لهوتي يا لهوتي يا حضره قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ كفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا. عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه ما كفنيش وهتجوز على ماما تاني. كمان بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بعرق في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين يا وليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب كره يا حنفي.
يا ولية بتضربيني بالركبة قدام بنات. شوف اياب سودة مني يا حالم يا. يا ولية. يا ولية. يا جهلة يا جهلة. على الساعة. يا ولية يا جهلة سنيفر لوبيس لعيب كرة ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شفتني ايه يا ولية؟ حنفي. ايه؟ لمها يا حنفي. لمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي. اغزى عليك. دي زب كيداهم ام بناتك الحلوين المقاطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي. انا سيب ام عشان جينيفر لوبيز. ده انت يومك النهارده اسود. ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وكده. يلوتي. كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضه؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحني. قولي الله يتقبل منك زي ما انت على قلبي النهارده. اشوف فيك يوم شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست شنيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز. اسمها جينيفر. جينيفر يا جهلة يا بنت الجهلة. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92 كان يوم تلات في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدرة. بتضحكوا ليه؟ الله وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت توايا السفاله دي ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا تعالي هنا انباري 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 ارجعي. تعالي هنا تعالي هنا بنت تعالي هنا انباري انباري ارجعي. المهم والست شنيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه وجات الفرن تشتري عيش زي ما خلق ربنا وشافت العبد لله. كانت الهيئة غير الهيئة. شوف أنا جميل جمال غريب دلوقتي. الأول كنت أحلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدأت قصة الحب. وتتجوزوا إمتى بقى؟ إن شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم. حب ما حبهوش سيد لسيدة ولا عنتر لسيدة ولا روميو لسيدة. وقررنا إن شاء الله نتجوز. أنا مش مستريح لكم. لا أنتوا بتتريقوا عليا. تعبت. بقولك تعالي تعبت. تعالي هنا. بقولك تعالي انباري انباري ارجعي. تعالي تعالي بقولك انباري انباري ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا ماما. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استني اهي قناة الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم. المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان. اسمها ست جينيفر. جينيفر. انا اسف يا معلم حنفي. انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه. والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي. يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. يا حنفي لايمها يا حنفي. مش لايمها. عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز شنيفر. بص يا حبيبي انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلعك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده يعني؟ فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع شنيفر. جينيفر يا حنفي. ايه يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي انت عدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي. اديني بصيت لك يا ولية. انا باصص فيا انا بكلمك كده. ما انا باصص لي يا حنفي. بص لي عيط هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حنفي.
ايه؟ بص يا حبيبي إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحب شنيفر بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد هعجنك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى. اقعدي بقى. اقعدي. بص يا حنفي. ايه كل شويه بص بص وانا بص فين؟ انا بص يس. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزك. اتجنني. اشتريت شفت حاجه. انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بصي دي يا بنت المجنونه. يا ابني امكم جننت. ام حوش عني يا ولد. طب ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي انت اللي ترفعي. ارفع ارفع. اقعدي بقى. اقعدي بقى. فلقتي يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى ونايم. انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى. ايه انت النهارده هتجيب اجلك يا حالك. حد يخلص حد في الخناقه دي. اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music. Kathleen Bird York. يا نهار اسود. كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جنيفر. ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك. ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه. انا قلبي حنين. حموتك بالراحه. حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم. صحيح ضبحوك يا معلم. ضبحوني ايه يا ابن العام؟ ايه انا رقبتي في جسمي قدامك؟ خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله. ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خليتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير. جوازه واتنين واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي. لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ليه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا عن نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقال شنيفر ايل. ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق. انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي. مش حاسس ان انا راجل في بيتي. انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا اسد يا معلم؟ اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا بتنط في الاكياس يا معلم؟ مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ايدك الحلوه دي يا معلم؟ اسلوبك الوحش كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى. اهدي وعقلي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا بصراحه. لا يا معلم. صح يا معلم. صح شفت الكلام الحلو؟ ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفلف. اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفلف. امال مدمعه ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا. يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفلف. تعالي يا كيداهم. نرجع عشنا جميله كيداهم ونقعد في فرننا. حياتي. يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفلة؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السودا اللي وريتها لي يا حبيبي يا حنفلة. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الظابط.
المتهمة مع حضرة الضابط اهي، كانت عايزة تقتل خطيبتي الانسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة يا حنفي. كده يا حنفي كده سلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونة. مجنونة ايه؟ ولا يلا مجنونة. يلا يا هبلة خدوها. بالسلامة بالسلامة حضرة الضابط. انا لازم اجي اخدم العدالة للاخر، انا بحب اخدم العدالة والحكومة. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفة يا باشا، وكل خرشوف. الناس عارفة كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. بتبيعني عشان تنتلو يلا يا يلا هات من هنا. سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل، معلش وليه مجنونة معلش، بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمة او النبي نعمة. كل حاجة حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده، زهقت. ده جاي فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابة ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ يا سوني ما تتعدي، انسي بقى شغلتك القديمة. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده ده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي. اه سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت، ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وان اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده يا ابني، ايه ده خضتني. سلامتك. اهدى، انا دكتور، انا دكتور، ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق؟ بيلق. بقول لك ايه، مش عايز تهبل وتكلمي كويس، في ركبه بتلق
فين حته ده هكتب في التقرير ايه بتلق امسك نفسك انت كمان انا مش فاهم بيصوت ليه انا مش فاهم حاسب ايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره قلت له ازاي قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح ايوه استاذ احمد السقا يعملها انت كذاب انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا احمد السقا في منتهى الرشاقه كذب مش عايز انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايز نبلغ البوليس قول وخلصني ها ما هو كنت طالع بشخصيتين مصر وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبك ماله وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول لسه تحكي تاني الحكايه بدات من وانا صغير كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط كنت اسيب الامتحان بس كمل كمل انا مش سامعك كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا وبعدين لما كبرت خلاص كمل لما كبرت ايه اللي حصل لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه انت السقا راح السقا جه انت مجنون يا ابني لاني جريء زيه بالظبط اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما خافش يعني يا راجل باين عليك وكنت ساكن في الثالث اخد السلم كله جري اخر سلمتين انطهم انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل بطل كذب دي خلاص دي خلاص حتى مفيش وطي صوتك بقى عايز اسمع صوت عظمك لا مفيش زقزقه في اللي عارفه معلش ان شاء الله ربنا يكرمك ده السقا جنن الناس مش معقول في حاجه تاني انا عايز اعرف اخف امتى ليه علشان اتدرب على نطه الشلال نطه الشلال كفايه بقى كفايه انت صدعتني انت صدعتني انا زهقت ثانيه واحده وانت كمان ابعدي عني كده في عايز اخد نفس الو يا رانيا ايه فوزي مفاجاه خير اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه ممكن بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش يا فوزي عشان خاطري حاضر هوديك حاضر هجيلك استوديو ايه جلال حاضر طب خلاص وتعزمنا على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل اخيرا هشوفه يا فوزي باي حبيبي باي باي يا حبيبتي باي باي ايه يا سونيا انت اتجننتي ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص احترمي نفسك بقى اعتبري نفسك شعر مخصوم منك فهمنا ايه القرف ده يلا يا ابني تمام اسرع مش عايز مرقعه اللي يخش يلبس على طول يلا بسرعه عد ايه يا ابراهيم قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه يلا بسرعه مساء الخير يا راني حبيبي سوري اتاخرت عليك معلش حلو قوي المكان قوي النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت وكلهم ضحايا حبيبي كاستي دوبلرات احمد السقا كفايه انك جيت يا حبيبي معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش انت فرحانه انت بتحب احمد السقا كده قوي هتشوفيه بس على فكره قريب ولا ابن طنطلولو دي شخصيه هنا ولا هزقونا ابن طنطلولو ده صاحب احمد السقا كده الروح بالروح ما بيسيبوش بعض حلو قوي عشان بصي انا عايز ايه تشوفيه ونروح نتغدى بره اوكي انت مبسوطه نشوفكم حلوه هو اسمه ايه جميل سفينه لو سمحتي يا فندم في هنا الاستاذ جميل سفينه هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر سفينه طلع من المركب شكرا ميرسي على ذوقك ميرسي يا فندم دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت لا يا فوزي انت يا ابني ايه يا ابني انت بتتكلم باسلوب احسن من كده حضرتك تمين انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك لا حضرتك واضح ان فاهم غلط انا دكتور انا مش كومبارس انا جاي لخطيبتي هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس دكتور عصير يا استاذ عصير وايه يا ابني انا عايز قهوه ايه القرف ده غوم من وش حاجة تقف أمر حضرتك انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا انت فرحانة دوبلير ايه لا انسى الموضوع ده مستحيل ايه الضوو الضوو وتن ما تقول لف وتريح نفسك لف ليه حضرتك من حق اعرف اشوفك شوفني ليه ايه البتهريج انت هتمثل مش همثل بقول لك ايه لف استغفر الله العظيم خير ايه ده خير
ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان، لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده بيعصبني، انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشوي لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع، ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش؟ وجبه كشوي انا كل كشوي. رانيا اعقلي بقى. متشكر او ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده مش ما اوريلي في حته تانية امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك، لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو ابي يترد عليه. هو ايه بسرعه جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايواكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط، انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد. ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني لما بقيت شبه احمد السقا؟ خلي بالك من كلامك. ها في احساس هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك وطي صوتك، اوعي تعملي كده. وانا غلطان ان انا جيت معاكي اصلا؟ مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدر ترد. بس 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 يلا 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 بينا. اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بالطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. بس اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا سطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان استاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما اعطلكوش الدنيا. اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده. مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ريس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده لحظه واحده. اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ريس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش. ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه. بس ايه؟ هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا؟ يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هتدوها كشري. بتهزر؟ و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى شايفه عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بصي اللي هيضحوكي. بصي اطفال ابرياء. يا فوزي الخطوبه افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي واحنا كمان موافقين. فين السكينه؟ بالظبط. ايوه ايوه ايوه. عشان طول الليل والنهار احمد الساعه. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي اوكي. ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا نانسي خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مربطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ان شاء الله. واضح بروفيشنال.
بسم الله ما شاء الله. حضرتك بتجيب الناس دي منين؟ ايه يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم يا حبيبي. ايوه دم بتاع السينما يا فاكره بجد. حضرتك مخوفه زياده ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثلة قدامكم هتمسكوها تذبحوها. تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوز بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترم. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود كنت بهوب بقى. البوليس تبعوا خطفني خطفني. اتذبحت اتذبحت. ايه يا هبله قومي جرتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي يا حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 يا استاذ احمد. الله استناني هنا اروح اعمل مكياج مشهد جديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. ثابت وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار نار. ده بجد لا مش هبل مش هبل. علشان كده مغوار مغوار. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار. ده بجد لا مش هبل مش هبل. عشان كده أنا مغوار مغوار. لأجل القانون أعمل مجنون واتحدى أي حرامي في الكون. اديني مزد على التليفون تلاقين أنا وغيري عصم لي ليه.
يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانيه. اسكت خالص يا سليم، انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه؟ يا اهلا كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه ليه كده؟ مفيش زباين غير كل ايه؟ ايه المسخره دي؟ هي يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. مين ده؟ بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمن ان انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فيه، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده ده، هي شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصت. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، انها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. لا حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. املى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب 10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما يبلها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلمه ليه كده؟ يلا هات من هنا. يلا يلا. حقك يا عمر. كله الاول، كله الاول، هم نفسكم وحب. فزي. مع السلامه يا اختي. متشكر. السلام. يا عمر. متشكر. مع السلامه. ايه الناس ده؟ هي هو دي ادم ليك؟ هو دي زفت انت؟ والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ذكربط. ذكربط انت قاعد عند عميتك؟ استنى، قاعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، ما اول مره يجي هنا تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له. تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده؟ هو اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خلقتك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفنه والشنب والقرب دوت؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. يا النبي، لا شوطه، شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه مش شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده، هي يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله يولع. ان شاء الله. ما تمشي بقى، انت ريخ موهب فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ اقتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلاح دار، جاي للمبه عيله السلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. هاو، قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه، انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان.
سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى. بعدين بعدين وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عم. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين بيشوفك وحواجه ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري، انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. بتجعي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه بالجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تسطري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطة حلوة يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزين نيجي عندكم هنا مرة تانية ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجة؟ الأستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقولة العمدة زعلك يا هانم؟ هو سيادتك ما تعرفهمش ولا حاجة؟ بس يا ابني ايه الرغي ده؟ هو حياة النبي، حياة العيون ده، قولي لي مرة واحدة سلامونتي وأنا أم البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي، سلامونتي، عايزة تخين دي يسمعها، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا، ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهاردة. يعني هتعمل إيه؟ أدينا قاعد ومش ناوي أجيبها البر، وريني هتعمل إيه بطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي، قوم بقى. والله أنا كنت ناوي يعني أضرب العرة اللي قاعد جنبك ده هو، بس أنا هقوم وأنكبس بمزاجي. أحاسب لك يمكن الأفندي اللي معاكي مفلس. ميرسي. تسلمي، تسلمي. سلام عليكم يا دريخي. مع السلامة يا أخي. الله يسلمك. سلام عليكم يا ست الناس، وانت حسابك معايا. هيا يا عمدي، سابع ولا ضابع؟ ولي ده سؤال يا ولي، أكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو أنا من نقكم وشؤمكم علي ونظرة عينك المرعبة ده هي هكسب في حياتي ربع ساعة؟ إيه النحس ده هو؟ أنا غلطان، أنا غلطان اللي جبتكم من زريبة الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليها شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها. حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاده دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب هب. انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ خزعتينا وخلتينا نهوه قدام الغفر بتاعني. اوصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهوني الهواوه عشان عيونك يا امر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. أبوسيب. استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب. أقومها بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلة ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة، اسألنا. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه،
انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى والشوكو شوق، ما انا خايف تخلف بورس. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكم، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده، احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهرة. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهرة ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. نصرت النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير، عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور الله عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده عيّاً؟ إهدى يا عمدة، إهدى، هتعترض على إرادة ربنا. اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. Now
دون سلامة سردينا رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، جدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بادي جارد، ماي رايت آرم، دراعي اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتبطل. مبدئياً بعتذر عن التأخير، إن كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطاب النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وإخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون، كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عشورة للعمرانية ايجيب. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضاضة. ايوه العرس العضاضة، العرس العضاضة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال، مضربش سيرو. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحولي اني اشكر ميسيز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمن والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاهم في الشارع اللي ورانا. متولي سيدي، أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع مش أكتر. حجمة دي يا معلم. يا متولي أنت متأكد؟ طبعاً. لا لا، اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت المحافظ بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي تأمرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس ان غرف 60 داهية، انا كنت معجب بيك من زمان بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينة،
البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود اطفال. اوكي اوكي يلا بينا يلا بينا. استاذ الصحفيين لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردين وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح صح يا معلم. اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل ان يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وذاع صيته في العالم كله واصبح على رأس قوائم الارهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مره الرصاص يتحط في الثلاجه بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوه دي يا ابني؟ ما بيت انت شكلك غبي يا له. منوره حته. قوليلي، سعيده معايا اكتر ولا كنت سعيده مع سردينه؟ معاك انت اكتر يا حياتي. شكلك منافقه. شايفه الواد رومي احسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي ايدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنه وانت طيبه في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفه بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص، هي كسبانه. سان دييغو
مسكين. سلامة وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجة؟ بقولك ايه، في رجلين من رجالتي هيقولك دلوقتي هيخبطوا عليك بعد الثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعتلي دماغتهم خونة. يلا باي باي يا اوديو. عملت ايه واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحده تانيه. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي. لف يا حلوه، لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقه عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي طول عمرك اصيل يا بص. يا ابن لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيبني في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عيني. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو، قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا تجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينا. مين؟ اخت المعلم سردينا. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينا. وما جايب المعلم سردينا. مساء الخير يا حلوه. مساء النور. اتغنداري اتغنداري ما شاء الله. انا اول مره اعرف المعلم سردينا الله يرحمه، دي اختي بالحلاوه دي. لا ده من زمان. اموريني يلزم خدمه. غلبانه وتعبانه ومش لاقي حته تقويني. ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا والله. يعني انا كان عندي سعادة بس مش للدرجه دي بصراحه، مش للدرجه دي. سنتيجو. ايوه يا حلال، استنى انا هكفيك. تعال سنتيجو، تعال شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينا، كان بيخبيه عننا. حضر ورقه عرفه يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل. افرحي افرحي عروسه. راح 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 راح. سيدة الأقمار السوداء. لا لا. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن، روح حتة تانية. لا يا حبيبي، أنت مش عارفني ولا إيه؟ شو واخد بالي مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا، زارتنا البركة. أم المعلم سردينة عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني، والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص، ده الليلة السودة دي. سانتياغو. عيني. ده إيه يا رب الوقعة اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي، هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، نورتينا. خدها من خلقتي بقى، دي خاتمة قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب، ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو. ايوه. دور لي وشها، دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينا، كله الا كده مش هقدر مش هقدر. تقيل ومافيا وعايش عافيه، ولا عندي رحمه ولا دم. ولاد متولي، انا من ولاد متولي. ولاد متولي، انا من ولاد متولي. مجدع ومن كمان دينجي وانصام، من صام في الحريم صام. كودا 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 فيه. انا تاج
راجل سلاح بفتخر وبقول من عيلة كبيرة مامتي طنطني فيديو أنا تاجر سلاح بفتخر وبقول من عيلة كبيرة مامتي طنطني فيديو ايه ده؟ احنا فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب؟ قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي. بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حسب يا فندم. كان شرس. أسلحة دمار شامل. وعنيف. يا هانم أنا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتمالكي أعصابك شوية علشان تجاوبي على أسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزها حضرتك تعرف إن ابني إكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل. حضرتك بتستهتر بكلامي ليه؟ أيوة كان بطل، ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنه.
للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم، أظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت إيه؟ لأن في أربعة مدحت في الدفعة. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب إيه ونيلة إيه في الجو النار ده؟ ده أنا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك إند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. أرجوك لا. نفذ الأمر يا مدحت. أرجوك أرجوك عافيني أرجوك، أنا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنة، وبعدين السيفتي إيه جدا جدا والبتاعة دي معصباني. أرجوك عافيني. نفذ الأمر يا مدحت. حضرتك أنا دخلت غلط، أنا كنت كاتب في رغباتي فنون جميلة أقسم لك بالله. أنت مطلوب بالاسم. أنتوا عندكم 4 مليون جيبة، اشمعنى أنا أبو السيدة؟ أنت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس أنا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، أنت جميل. ولا خطيبتك. أرجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا أنت أشطر واحد هنا. اقنعي واختار حد غيري من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كل اشاعات، اقسم لك كل اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره. سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا. الفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي مرسي، كان نفسي اسمع الجملة دي. مرسي قوي. يلا. هول فت. ايوه. اوكي اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صولات وجولات في الحرب العالمية. رودي فالر كان لعيب كورة. تشابه اسماء. يا معلم يا دبلغ مش بطل، معلم يا معلم يا والله ما بنحاول تصرفوه. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف تقعد يا دبت بقى. وادرس القوي. يا دي بوزك الفقر والنحس او زبط القطع. شفت مش قايل لك الاري اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على اللي عدله بسرعه. يلا. لا لا لا، لازم تعمله الطيار قائد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حر قوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟
منين ده حلواني؟ انت تبعنا من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سافر او تشد منه. بس ده تبعنا. ايوه بدلات ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا يلا يلا قص ده رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام يا جدعان. دي اول حرب ليا ومش العب ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الاكمود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض ابعد ياض. رزق معانا يا معانا يا معانا يا الله الله الله. وده كمان يا نهار اسود دلوقتي سايد. يا الحرب 60 ده كان نصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع. معانا ريال معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله خطوني. ها يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم ايه يا عم انت بتشيان؟ انت بتفاول عليا يا حلواني. ارفع حوتها. ارفع وحدوني. خرب بيتك حلواني. 100 متر سلك. حلو كده؟ طب ازعقش وركز معايا كده حلو. ايوه انت كمان جايب بصوره طريه اهو حلواني في وسط الحرب. ها حلو اهو. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. اتقدم يا ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده شكلك شقيه. حلواني انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر لي كمامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيره قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للاسف دماغه ناشفه جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكه دي للاسف اتسببت له في مشاكل كثيره. حلو قوي. مشاكل كثيره مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك. احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا لابينا ولا علينا، فجأة طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. تهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بديرها، فهمتوا؟ انا اللي بديرها، مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضر سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. تتدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا. يلا يا تفهموا من هنا. يلا يا احمد بره.
شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو بإكس؟ نزل إمتى؟ أهو لسه من نص ساعة. بص ماما المواعيد دي وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان. اهلا
نور. ايه ده؟ في كده هنا؟ علي يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رور الحمام عشان نشوف الحاجات. اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس. ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا. دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومه قالة؟ حكومه ايه؟ ما انا مالي. ما انا لابس ملكي. حكومه ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف. لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر من غير لا لف ولا دوران عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص. انا بقلب النسوان. اوه سوري. بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركه؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد. ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه. انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانيه. يا مصيبتي حياتنا الخاصه. لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه بتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده. ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي. رحت انت عاملاها فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب. كله بقى عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش. مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر. قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل. محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز السوسكه نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكه. زوجتك نفسي. زغروته يا كناني. كفايه يا كناني كفايه يا كناني كفايه. كتير كده كتير. هي واحده وخلاص. خواجه. ميرسي يا كناني. باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا. شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا. اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد. انا هجيب ماما وهجيب لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر. عيب. اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيلا مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له اليوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلقيش. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي 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 اتفضلي. ايه تقاضي يا رب؟ الازاز بيكسر يا نهار اسود. ايه ده؟ الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك.
وبعدين ليه الموت والكلام ده؟ ماما اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي، انت الموترانه ومعصبان، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود منيل، نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما طلعت بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه تانية. تسلم ايدك تسلم مدى. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدقي يا ماما شكل الجوازه دي خير، لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعت صفاء بتوع يعني ايه؟ يا نهار اسود منيل. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعة مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكة اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبة. مصيبة ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا الكبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمتي، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس. نورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك نورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي، لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. يا دي عبعال. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيب لي حته انا والعيال، انا عارفاك تفس. جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها. يا بنتي تعالي اوعى كده. عايز تسيب حته يا صاص. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا. ملكي حاجه مسروقه عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف اني اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جدا بالموجود؟ هنروح بعيد. الى حاجه الا حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده اختي مامتي. مامتي تتحرق. جدتي. احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روح. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها بس، بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك خاتم ما بتخافيش يا ماما. الف مبروك يا روح، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر يعني، شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش
معلش يا ماما ما انت كنت هتدفعيها فلوسي ايه ما انت كنت هتدفعيها ماما تحت امرك انا عندي اقتراح يا جماعه ايه ده في ايه يا ماما في ايه يا جماعه يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه يا رب استر ما تخافيش يا ماما يا ماما خدلتي دراعي وخوفتيني قوي طب خلاص ما انا كمان متنايل مرعوب بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه مش ممكن يزعلونا امسكي دي طيب فرمتي كوعي يا ساتر يا رب وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل ما تزعقنيش بقى انت هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما ارجوكي يا سوسكا يا مدام رايا يا ماما خدلتي دراعي انا شاكك في العيد ايه ده بيحتفلوا بينا بس يا ماما صلي على النبي خلاص يا ماما خلاص ماما انت شفتي حاجة عدت كده جثة لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإن الله يراجعون يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت هنعمل إيه ما ترعبنيش بقى جثة ده لبس ما تخافيش يا ماما ما تخافيش لا دي ناس أطهر ناس بس إحنا هو في حاجة مش فاهمينها إيه ده عفريت عفريت إيه يا ماما ده تلاقيه ابن أخت العروسة تعرف الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما قلبي هيقف بس قولي قلبي هيقف بتنادي انت ماشيه ورا ميت ايه السويت البلدي ده يا ماما انت بتخلي شويه ده حسام ده لامسني تعالى حبيبي ده لامسني بس تعالى اخويا انا مش عارف ارجع عشان الله ما شاء الله شكلهم خايفين على عيالهم تتحس مغطيين وش الطفل اهلا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام الصيني الخشب العفش كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي خليكي كملي رعشتك بقى كملي رعشتك انا خايفه حي رورو وسوسكا دول الاخطر دول الاذكى رورو سوسكا دول الاخطر دول الاذكى رورو سوسكا ايوه الاتنين داهيه مكر وشر خبثه متناهيه ايوه الاتنين داهيه شر خبزة متناهية بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة رورو سوسكا بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ماسكة رورو سوسكا فتح
روسوسكا دول الاخطر دول الازكى روسوسكا ايوه ايوه الاتنين دهية مكر وشرق خبثة متناهية ايوه ايوه الاتنين دهية دهية مكر وشرق خبثة متناهية بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ناس كارورو سوسكا بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة ناس كارورو سوسكا زمان كتير وإحنا صغار ببي هالقد وكمان خطيبة تخي جونسي ومعه مصاري كتير 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 شو يعني مليونير؟ حبيبي أنت بتاخد العقل أحلى شي بحياتي وفي عيوني أنت لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ أنا على الحميد المجيد أكيد خطيبة لصاحبتي شيرين أوبس شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت دايماً حرشتيني دايماً حرشتيني هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد بيقول لي لا 2.8 أحلى بيصير مثل الفور ويل هني لازم 2.1 وأنا مع الحرب فقع بفقع دخيلك ها شيرين أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت أنا ما بقعدش غير مع الأغنية وبس حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم قيمهم على اخلاقهم ولا اخلاق ولا بتاع انا بقيم بالعربيات اقل من برش ما بقعدش انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها انت عارفه انا دفعت فيها كام اوف صرت عارفه قلت لي اياها شي 500 مره لك حبيبي روبي رفيقتي من عيله كتير كبيره هاي 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 بس اكيد مش اغنى من عيلتي انا ماشي عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس ورا دي مليانه ما شاء الله هاتي بات هاتي هاتي انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه تعالى ما نشوف صحابي هاي بونجور هاي حياتي كيفك سبا الحمد لله هاي كيفك هاي بحب اعرفكم هيدا عمر خطيبه وهيدا تامر خطيبه لشيرين ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت وغني غني موت وغني غني موت كتير مهضوم اهلين نايس تو ميت يو مستر تامر اهلا حبيبي اهلا 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 طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه بحب اللبنانيه كتير وبقدر مواهبهم كتير 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 اهلا حبيبي اهلا تشرفنا اهلا وسهلا ايه ده سبحان الله لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول وريني وريني يلا يلا هو يخرب بيتك عمر عجرم اخبارك ايه يا خبر تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك وينك يا راجل ايه يا معلم السبرسجي ايه انت لسه فاكر انسى بقى الكلام الفاضي ده انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون من اكبر العائلات شو عائلة هيدي اوطى عائلة بمصر شو اخبار اخوك النشال سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله انت اخبارك ايه واخبار عيلتك لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه معفن شو معفن انا دكتور يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون اهلا 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 الله يزيدك الله يخليك شو اخبار الحاجه خرجت من السجن حبيبي حاجه ايه وبتاع ايه هقوم لك تاني يعني ما انا كنت لسه عندك تعالى ايه حاجة فيه وبتاع ايه وسجن ايه انسى بقى انسى الموضوع اختلف تقدر تقول انه انت محتاج فلوس عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام خدي احنا تشرفنا يا انس هيدي لإلي طبعا ميرسي شيرين اهلا 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 يا شيرين مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة الله يديم المصاري قصدي الله يديم المحبة صدقيني يا بودي تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك حبيبي حبيبي على فكرة احنا لازم نخرج كتير رش أنا سلمت كتير رش رش سكتي إيدين الناس معرفش غسلينها ولا لأ حاجة صعبة قوي ما بشوفش حاجة ليه يا متر متر اهلا اهلا نور يا عمور اهلا وسهلا فيك مسيو تامر اهلا اهلا عن جد بيروت نورت كتير منورة بأهلها اهلا يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي يلا باي 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 باي
يا جماعه احنا لازم كلنا كده اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحب على مصر طبعا. عمر ايه ونيله ايه؟ لا اساسا ولا كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ طب حياتك انت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، حاسه كتير بتغار مني ولقيمه لقيمه لقيمه. يعني سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 تحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصية زبالة اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابة من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وروعي وشيرين. بص في الناس، في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ تحسي بموقف البيت كتير، ده أنا مليهولك في 10 أيام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبتي، أنت مش جعانة صحيح؟ أنت كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد! ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، إيه رأيك؟ كتير شفت عز قبل كده؟ اه فين الشوربه؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربه. معقول؟ اتفضلي بموت عليا معقول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايزين بعض كتير وماشيين. اه كتير حلو. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل ده؟ تتكلمي بجد؟ عن جد عن جد. ليه واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن أربع مرات في السنة. طب خلاص، هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسي يا ماما، ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البيت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيه رياضه ولا انت تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة يعني. النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزومة. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت، بنت أصل، متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي، اللي أنتم منها طبعًا. هبتدي أكون راجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد. ما عنديش زيارات. مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تحرموش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم. انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 برا. كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعدة ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهية. بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفيه راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجالة. توكلنا على الله. إلى الجواز. أنا يعني مش هبقى قاسي للدرجة دي، هحبها بس الأصول أصول. هتشوفوا الأصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس اربع مرات في السنه مع كل فصل قياس شي.
هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مرة. أوروبا. باي. أوروبا. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه ما انه كان باستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعه 4 الصبح. شبيك تامر شبيك. لا ما فيش حاجه، انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه؟ ده انا اعمل لك بطيخ، احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل؟ سلمي لي عليه. طيب يا حبيبي اعمل لي ميس كول بليز ما بتوصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعوا بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتهبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة. وانا يا دلي يا دلي على هالدرج. نطت نطيت شو هالمسحة. وانا ها هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي. يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب. يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك. بدي اعطيك لسه يعني بس لاقي كوزين تاتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزين تاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكوا تحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قوم اعمل لي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. طلعت معايا السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجه. تعال ندردش. لا مش شيء تعصيب. ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب بيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقي لي كده، لان اقوم اعمل لمون. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف انا كتير مشتاقه. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي؟ بوبي بوبي ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل بابا تربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونينا يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعة السعيدة مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايباد اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينة؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف اشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطية. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا هممطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحدة كده؟ واحدة. طالق يلا قولي بالسلامة. ما تمرمطنيش. قرف يا تخينة، راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية اونطة.
نافذي ضيوبي فلقت يا بوبي ليك عيونك مرمرة والرمش ناري بوبي يخرب بيت حبك للمصاري ليك عيونك مرمرة والرمش ناري بوبي يخرب بيت حبك للمصاري الدنيا عاشقة وعم بحزقها حاسقة وهيك بقولها ان انا مجنون ببوبي بوبي يا بوبي يا بنت توبي الست مالهاش الا بتهوي ولا يلا اي اي انت يا ولا انت يا زفت وحياة امك وحياة امك ما انا مخليك البيت ده اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه يا اخي انت ايه انت بلوى انت ما بتحسش طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ كل الحاجات دي باظت انت ايه يا اخي معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص وديني وما اعبد لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع انت فاهم لا من ناحيه دي طب اطمن اطمن عليه لان مفيش ولا جهاز باقي عشان ابوظه كله باظ بصراحه كله باظ يخرب بيت شيطانك اعمل لك ايه الكاسيت باظ والسخان باظ والمروحه باظت امال ايه تاني ايه تاني بوظته قول لي الوكمان عملت فيه ايه الوكمان صراحه ما عرفتش اكسره فرميته في الزباله رميته في الزباله اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه انت عايز تموتني انت عايز تموتني وتجيب اجلي شر عنك يا بابا بعد الشر حبيبي يا ابني طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه نص جنيه في عينك مصاصه تقيله انت لازم تترمى في الشارع عارف ليه عشان تعرف قيمه البيت عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس انت فاهم لا والنبي يا بابا حتى ده انا عندي 8 سنين يعني خليني اقعد سنه كمان انت عايزني استحملك سنه كمان انت هبل ولا مجنون عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت هو حلقان البيبان اغلى مني اه طبعا لانها خشب زان انت فاكرها ايه خشب مسكي بقول لك ايه اطلع بره اطلع بره طب اصلح لك الغساله واقعد بقول لك ايه يا عبد العزيز انا عايز اقول لك حاجه يا ابني العلاقه اللي بينا انتهت ما عادش في عيشه بينا لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل 8 سنين متواصل ايوه 8 سنين متواصل وانا ابنك ولا بشتغل عندك بعدين ده انت نسيتني بدري بدري يا ابني اسمعني يا ابني انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين اعمل فيك ايه بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه بقول لك ايه اتفضل اطلع بره وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز انت فاهم يلا الشارع يا عبد العزيز طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه اوت 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 انت جبتها منين دي يا بابا انا بقول لك اوت اوت ده انت بتشتغل كونسري عموما نو بروبلم نو بروبلم امشي يلا اطلع بره بابا نعم نعم يا حبيبي نص جنيه بتوع المصاص امشي يا ابني اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا انا عايز اشتري مصاص انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي كده تمام 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 ايه ده انا جعان قوي ايه ده يا ست نجوان ست نجوان
ست نجوان. ايوه ست نجوان. فين الاكل قلتي لي هتعملوه؟ حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليكي. ست نجوان ست نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه معاك. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن ده. الله يخليك. ست نجوان ست نجوان ست نجوان. والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعملها لي؟ خمس دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه سلوى. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. شكرا قوي. ابله سلوى ابله سلوى يهو. ابله سلوى. في ايه؟ النبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي. شكرا قوي. حاضر. ابله سلوى ابله سلوى. في ايه؟ انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوي القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بكوي القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا يا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط فودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط فودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا يا عم بيرم. شكرا. عم بيرم عم بيرم. وانت بتطبخ والنبي ما تطبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. حاضر. شكرا. حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل. متشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعة. الصيني 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 يا رب. ولا ماركة تانية تتباع إلا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب. بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟ اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجة ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين. اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش يا بصراحه بصراحه. قد بحب بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا بس مش مشكله. احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعة. السين سين 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 سين. يا فاشل يا عرة الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرة الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا. ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز. ما انت عارفهم نصابين. ايوه وفشلة ومتأخرين. بس احنا مالناش دعوة. احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي يا نصاب يا فاشل. واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان غلطانه. انا لا فاشل ولا صايح. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل وستين فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تكونوا كل الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك
حضرتك ما اسموش شاكوزي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوزي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحه اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ست. وبعدين مش لازم شاكوزي، يعني عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتي من ايه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب، هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوزي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها. بص يا مدام، بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفيه السخن هنوزيها مع التانية عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوزي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف، وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالمل. يالا عايز ايه؟ وانت يا حلو، انا مش قلت لك تعليلي من الاول؟ رايح العب عزيز الفاشل؟ لا يسرق الزبون يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط مش هيدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها، اوعى ايدك. مش حضرتك تتعاملنا مع بعض، وبالاماره بوظت لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوزي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوزي. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي، انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوزي بتاعي، حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم. مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص، طالما اتحرشت تحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. ها لحد ما اجيلك، اتفضل على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي، انا بوظت لك حاجه. الشاكوزي. الشاكوزي. يلا يلا رامي. يا يب يا يب، احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوزي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوزي. شاكوسي؟ ده فن ست مختلف يا فندم، في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا، ومهووسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك، مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت، انا لا صيني ولا حاجه، انا راجل عادي، بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. تمام. سمعتي سمعتي. بس الله اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه يا عبد العزيز. هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوسي. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر. عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فاشل. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. حاضر يا عبد العزيز، هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم.
جهاز باظ، خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك، يعني انا بشكر ربنا عليها، بس نمت يعني ما تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي، بس الحمد لله ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل، انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عن ايه ده. عينيا يا عبد العزيز، ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده، الراجل ده علي. يلا بره ده من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا بغرف داهيه. امرني يا عبد العزيز، انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عيني. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه، عاوز مجنونه الله. متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه، فما تقول شاكوزي الشاكوزي، هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي، فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بص انا هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوف الشاكوزي. لا حجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها نطلع عندكم جوه، عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. يلا في شاكوزي هنا عندنا. يلا يلا حضرتك اتفضلي حجزوها عندنا. يلا حجزوا زغراتي للشاكوزي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. شكرا فن ربنا يخليك. الله يخليك. سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله.
محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقي يا جماعه، الحقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج، المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، وعروض خاصه جدا جدا. والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطة الاجزاء. شرطة ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجة، يعني ايه شرطة اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جودة اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. ايه ده؟ يا فندم في ايه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. انا هرست ودي يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي، انا قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود استاذ نور، حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله، لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. بص ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا أنا مظلوم، أنا بريء. عم حسن حسني؟ طبعا يا ريس، ما أنت ما شاء الله عملت أجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر أبيض، الأستاذ غسان مطر. سلامتك يا أستاذ غسان. أنت مين؟ أنت مش عارفني يا ريس، أنا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم أمير البحار. الله،
يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي هنتروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه، ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا، قضية كافتيريا؟ كافتيريا، قضية كافتيريا. كنت أعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف، أسقيهم وطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاتة بالبندق وأجوستين سبيتس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي إيه ده؟ إيه ده؟ دي أموال الدولة. وأنت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق. يعني فيلم انتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض. ازاي؟ انا عزمتك انت. انت عزمتني، عملت معاك فيلم امير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، انا اللي طعميتك في القهوة. انت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان، انا اسف. يا سجان، يا سجان، هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي، خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شايف الفيلم؟ يلا يا راجل حره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 بتمام، الله يخليك. اهلا وسهلا حضرتك فندم، ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخضر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي: إيه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من أولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني أنا طول حياتي معرفتش واحد اسمه شعبان. أخ، أخ منكم أنتوا يا فنانين، أخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج، انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلت السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم، انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك. انا بصراحه
في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس إن كده في تقل، في مشاكل يعني حصلة بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني إن أنا حتى رفضت الفيلم الأخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك أبو يحيى حمودة ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني، فالحمد لله يعني. بصراحة أنا حتى كمان قابلت النجمة محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان قلت له اوعى إياك والأجزاء، لأن الأجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الإذاعة، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلمية للداري لكده النسا، لا فكرة بجد سيئة جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفاية ولا نقول كمان؟ لا كفاية يا فندم، رغم اللي أنا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للإدانة. لا ارتاح بذكاء، بس انا عندي قفلة في الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، متشكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك، انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري، لا مفيش حاجة، أنا عايز أروح بعد إذن حضرتك، أنا واضح إن أنا مجهد. شكرا على كل حاجة. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصة سعيدة يا فندم. شكرا. أنا أسعد. الله يخليك. يا ريت بعد إذنك. تحت أمرك. طلب أخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الأحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، أجيب لها كرتونة إن شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. أختها ابتهال. آه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب ما فيش حاجة ليا؟ حاجة زي إيه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت أمر حضرتك، بس تصدق أنت راجل محترم، أنا هديك حاجة غالية عليا جدا. لا. لا يا فندم والله، والله لا تلبسها، أرجوك أرجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال شعبان، زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه، استاذ علامه ولاؤه يابا للغه العربيه والاخلاق الحقيقيه، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني مفيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك. جبت ايدك على الطبلة يا هلا، حلو حلو، ارقص يا هلا وافرح يا لهوي. ايه 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 ايه، يلا. شعبان مبروك.
هيدوس عشوك ايوه وعشان هيدوس عشوك ايوه دوس يا ولد دوس عشوك زي وسام ايوه 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 يلا شد ايدك على الطبل يا ولد حلو حلو شعبان مبروك شعبان شعبان مبروك شعبان مبروك يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك